مجرم وسفاح، وحش دموي، قاتل متسلسل، كلها مسميات لبطل قصتنا. قصة اسمعوها للآخر، قصة غريبة ومريبة لأحداث حقيقية وسفاح حقيقي كان بيقتل لمجرد القتل. الحلقة هتكون طويلة شوية بس أوعدكم إنكم هتستمتعوا بيها. في أوائل السبعينات وبالتحديد ما بين عامين 1973 و1974 عاش سكان بغداد أيام مرعب وخوف كبيرة، لدرجة إن الأقارب كانوا بيتجمعوا في بيت واحد والجيران كانوا بيتجمعوا مع بعض في البيوت من شدة خوفهم وزعرهم من وحش أبو طبر. ومش بس كده، منطقة المنصور اللي كانت مسرح لجرائم وحش أبو طبر أسعار الشقق والبيوت فيها نزلت لأقل من النص، وده بسبب هروب السكان من المنطقة وبيع بيوتهم لخوفهم من اللي بيحصل. وكان مجرد صوت بسبب قطة حديقة أي بيت كان كافي لإطلاق عشرات الطلقات النارية، خشية ليكون اللي موجود في الحديقة هو وحش أبو طبر. ولو كان في حرامي اتمسك في الفترة دي كان بيفضل يصرخ ويقول والله يا جماعة أنا حرامي عادي، أنا مش وحش أبو طبر، لكن خوفا من اللي ممكن يحصل له لو شكوا فيه إن هو السفاح. وخد بقى كبير عشان تعرف إنك داخل على قصة تقيلة وتعرف إن هو سفاح ما كانش عادي. الأمر وصل إن الدولة العراقية استعانت بخبراء من روسيا وفرنسا، وكان من بينهم مدير شرطة موسكو وباريس عشان يقدروا يساعدوا أفراد الشرطة العراقية في القبض على السفاح. وخد دي كمان، بسبب الأحداث وجرائم القتل الشنيعة اللي كانت بتحصل تم فرض منع التجوال في بغداد كلها وتفتيش أكبر عدد من البيوت ودور العبادة، وتم قفل مطار بغداد الدولي، وبعد كل ده بلا أي نتيجة. وقبل ما نبتدي في التفاصيل أعرفهم بنفسي، أنا أحمد، ولو أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا بنزل قصص وحكايات مثيرة للاهتمام. ولو أنت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناة. ويلا جهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. وحش أبو طبر، الاسم حاتم كاظم هضم. أنا مش عارف إن كنت بنطق اسم العيلة صح ولا غلط، بس اعذروني لو أنا بنطقه غلط. من مواليد 1932 في منطقة اسمها قضاء المسيب بالحلة. حاتم ساعتها كان منتسب لعائلة كريمة اللي هي آل الهضم، عائلة سمعتها طيبة وكريمة لكن لكل قاعدة شواذ. حاتم كمل دراسته الابتدائية سنة 1946 والمتوسطة سنة 1949، ودخل مدرسة المفوضين سنة 1949 وتخرج منها سنة 1951 برتبة مفوض، واشتغل في شرطة لواء الحلة لكن ما كملش سنة في الخدمة واتفصل، وده كان بسبب ان هم ضبطوه في قضية رشوة. بنفس السنة رجع تاني للدراسة والتحق بالكلية الجوية، كان سنة 1953، ولكن بعد 3 سنين وفي سنة 1956 تم فصله من الكلية، وده كان لسببين. السبب الأول إنه أتلف طيارة التدريب، والسبب الثاني إنه كان بياخد الطيارة ويطير بيها فوق بيت خطيبته، وعشان تصرفاته اللامسؤولة فصلوه من الكلية. بعد فصله من الكلية الجوية قال ما بدهاش بقى، أنا هطلع على الكويت واشتغل هناك، وده كان سنة 1957. اشتغل هناك في العمل الحر ورجع تاني للعراق سنة 1959، واشتغل ساعتها بوظيفة محاسب في دائرة الأوقاف اللي ما كملش فيها كام شهر واتفصل بسبب اختلاس أموال، واتحكم عليه ساعتها بالسجن سنتين ونص. وبعد ما طلع من السجن سافر على اوروبا واتنقل ما بين بلجيكا والمانيا والنمسا وسويسرا واليونان وايطاليا، وبعدها استقر فتره كبيره بالمانيا. كان بيشتغل هناك في تهريب العربيات الاسلحه من بلجيكا والمانيا لليونان وتركيا. حاتم ساعتها كان بيجيد اكتر من لغه زي الانجليزيه والالمانيه والفارسيه والكرديه، وكمان كان بيشير سجله الجنائي انه اتمسك اكتر من مره في اوروبا في قضايا تهريب، اختلاس، ضرب، شجار، خناق. المهم بعد الرحله دي كلها رجع تاني للعراق. ندخل بقى في الاحداث. حاتم ابو طبر اسرته هي كانت عصابته، يعني منهم فيهم افراد عصابته كان اخواته حازم وغالب ووالدته وزوجته وابن اخوه، كانوا بيشاركوه في كل جرايمه، وكانت مشاركتهم مقتصره بتصريف المسروقات وبيعها. ويقال ان زوجته كانت بتشتغل في البيوت اللي كانوا بيختاروا يسرقوها، كانت بتشتغل في البيوت خدامه، منها بتعرف كل التفاصيل عشان تقولها لهم، ومنها تعرف ايه الاشياء الثمينه الموجوده جوه البيت. خطه حاتم في السرقه هي انه كان لازم يقتل كل اللي موجودين في البيت بواسطه اله حاده بتشبه البلطه، وصوره البلطه اللي قدامكم دي بتتسمى في العراق بطبر، كان دايما بيخبي البلطه دي جوه هدومه. وندخل بقى على بداية أول جريمة ابتدى بيها أبو طبر. ندخل بقى على بداية جرايمه بعد ما كون التشكيل العصابي بتاعه. في هدوء الليل وسكنته بقى شيء مألوف إن طفل أو راجل أو ست يصحوا من الرعب والخوف عشان يلاقي أبو طبر واقف قدامهم وفوق راسهم. أبو طبر كان شخص ذكي وما كانش بيسيب أي أثر أو بصمة تدل إليه، وكانت أول جريمة ليه في سلسلة القتل لأرعبة العراق
جريمة قتل المجنى عليها ماجدة الحمامي زوجة رشيد مراد رشيد، وكان ساعتها بيشاركوا الجريمة ابن أخته حسين علي حسون. تسلل أبو طبر للبيت بالليل وكان فاكر إن أهل البيت نايمين، وأول ما دخل لقى قدامه ماجدة الحمامي اللي مسكها بسرعة وكان من بقها وهددها إنه هيقتلها واستفسر منها عن مكان المساوات والفلوس، إلا إنها امتنعت ورفضت تقول له على مكانهم، فكان منه إن هو ضربها ضربة واحدة على دماغها فماتت في الحال. ثم بعدها قام بتفتيش البيت هو وشريكه، إلا إنهم ملقوش أي حاجة ممكن يسرقوها، وبعدها خد الجثة وحطها في العربية بتاعتها وخد العربية والجثة وسابها في منطقة اسمها العمرية، ومن هناك خد عربية أجرة وروح على البيت. وفي شهر 9 لسنة 1973 ارتكب جريمة قتل لعميد شرطة متقاعد اسمه بشير أحمد السلمان وزوجته وأولاده بمنطقة اسمها مدينة الشرطة، وتم برضه تنفيذ جريمته بمشاركة ابن أخته حسين. دخل البيت عن طريق إنهم تسلقوا السور ودخلوا لحديقة البيت وقعدوا فيها من الساعة 1 الظهر للساعة 2 بعد منتصف الليل، ومن خلال بيت الجيران اتسلق على الحيطة عن طريق السخان، وبعدها دخل من فتحة التبريد، وفتحة التبريد وصلته لسطح البيت اللي كان لسوء حظ المجنى عليهم كانوا نايمين كلهم على سطح البيت، ودي عادة أهل بغداد في الصيف إنهم بيناموا على سطح البيت بسبب الحرارة. ابتدى ساعتها أبو توبر يقتلهم واحد واحد، وابتدى ببشير رب الأسرة ضربه ضربة واحدة على راسه مات في الحال، وبعدها دخل على زوجته اللي كانت نايمة جنبه وضربها بنفس الطريقة، وبعدها دخل على ابنه أحمد اللي كان عنده 12 سنة وضربه برضه بالبلط على دماغه ومات في الحال، وكان موجود معاهم ابن أخو زوجة البشير اللي كان عنده 21 سنة وضربه برضه على دماغه ومات في الحال. وبعد قتل كل الموجودين راحوا ابن اخته حسين شالوا كل الجثث ونزلوها للشقه تحت وحطهم كلهم في بانيو الحمام، بس حط الزوجه في الاوضه، وبعدها سرقوا كل اللي ممكن سرقته من البيت وخد المسروقات وحطها في عربيه المجني عليهم، وخد العربيه ونقل المسروقات لحد بيته، وبعدها خد العربيه وحطها عند مستشفى اليرموك وسابها هناك. الجريمه دي ساعتها كانت عملت صدى واسع جدا في العراق، وكمان كان كل بين جريمه وجريمه وقت صغير، وكان أهل العراق مش متعودين على جرائم من النوع ده، ومن بعدها بدأ صيت أبو طبر يزيد وعمل حالة من الرعب والخوف بين الناس، لدرجة إن جهاز الشرطة مش لاقي وراه دليل واحد أو بصمة يقدروا يوصلوا بيها. ندخل على الجريمة اللي بعدها، وفي آخر سنة 1973 وصلت جرأته وجبروته إنه ينفذ جريمة قتل جنب القصر الجمهوري ب 200 متر، ارتكب جريمة قتل عائلة جان أرنست بمنطقة قرادة مريم. ساعتها أبو طبر فضل يراقب البيت واستنى اللحظة المنتظرة وإن البيت يكون فيه أقل عدد من الموجودين. وقت تنفيذ العملية راح على بيت المجني عليه على الساعة 1 الظهر، دخل حاتم من الباب الرئيسي للمبنى ودخل لحد بيت الضحية وخبط على الباب. فتحت ليه ساعتها صاحبة البيت وقام بدرها بأي كلام، وقام سائلها انتوا من اللي مسافرين خارج العراق؟ استغربت من السؤال ومن الكلام ومين ده وعايز ايه، بس للأسف ما لحقتش تعيش عشان تعرف إجابة لأي سؤال اللي كان في دماغها، لأنه طلع البلطة وضربها ضربة واحدة على دماغها وقعت على الأرض ميتة. بنتها ساعتها كانت في أوضتها وسمعت إن في حاجة غريبة بتحصل بره، وأول ما طلعت بره كالعادة قابلها بضربة واحدة على دماغها، ومن بعد ما قتل الأم وبنتها قعد يدور في الشقة على المسروقات اللي هو عايز يسرقها، وهو بيدور في الأوض لقى بنت نايمة قام ضاربها بنفس الحكاية ضربة على دماغها ومات. ومن بعدها سرق اللي يقدر يسرقه من البيت وحطهم في عربية أصحاب البيت وخد الحاجة ونقلها لبيته، ومن بعدها ساب العربية عند منطقة مدينة الشرطة. لكن في العملية دي حصلت فيها كام حاجة، وكانت من أول الأدلة اللي هيبتدوا يوصلوا بيها لأبو طبر، وهو إنه هو بيقتل أو بيستخدم البلطة لقتل واحدة من البنات اللي قتلها، جرح ابن أخوه حسين اللي كان معاه في العملية والجرح نزف ووقع دم على الأرض. ساعتها خبراء المعمل الجنائي انتبهوا إن في فصيلة دم لا تتطابق مع دم المجني عليهم، وده كان أول دليل يدور الشرطة وراه. ندخل على الجريمة اللي بعدها لأن مفيش وقت، وهي كانت جريمة في السريع. كان ساعتها معاه واحد قريب اسمه حمد عبد المهدي، دخلوا بيت حلاق في منطقة النعيرة وبعد قتله بنفس الطريقة سرق منه اللي يقدر يسرقه من بيته، سرقوا فلوس ذهب وساعتها عجبه سجاد قام واخده معاه، وبنفس الطريقة خدوا المسروقات وحطوها في عربية الضحية ونقلوا المسروقات بالعربية لحد البيت، وبعد كده بيسيبوا العربية في اي مكان. ومن بعدها فترة صغيرة دخلوا بيت الدكتور احمد العندليب، والمرة دي لحسن حظ سكان البيت ان ما كانش حد موجود جواه، دخل سرق البيت ويقال انه لما لقاش حد جوه البيت عشان يقتله اتعصب واتضايق انه ازاي يسرق من غير ما يقتل، او ان السرقة دي مش هتتسجل باسمه لانه معروف بطريقته في السرقة والقتل. وكعادة ابو طبر ويوم جديد مليان بالسرقة والدم والقتل، كان المرة دي راح يسرق بيت دكتور، والدكتور ساعتها كان مسافر بره العراق والبيت كان فاضي، بس المرة دي غير كل مرة، لأنه هو داخل البيت لقى قدامه حارس للعقار. الحارس صرخ في وشه على طول أول ما شافه وقعد يصرخ ويزعق لحد ما شباب المنطقة اتلموا، ولما اتلم شباب المنطقة ومسكوه
وقاموا بتفتيشه لقوا معاه الآلة الحادة اللي بيقتل بيها وكانت رعبة سكان بغداد، ولقوا معاه مسدس وحبال. المهم الشباب قعدوا يصرخوا ويقولوا مسكنا أبو طبر مسكنا أبو طبر. واحدة من الجيران لما شافت كده قامت متصلة بسرعة بالشرطة اللي بدورها جت في خلال لحظات، مش مصدقين المكالمة اللي جات لهم إن هم خلاص هيفوقوا من الكابوس ده ويمسكوا السفاح. وبعد القبض عليه وبالتحقيق معاه رفض بانه يعترف ان هو ابو طبر، وقعد يقول لهم ان هو ضابط متقاعد ووراهم الكارنيه اللي معاه، لكن في التحقيقات كانوا شاكين فيه، والشرطه ساعتها سالته عن عنوان بيته اللي ابو طبر اخبرهم فعلا بعنوانه اللي طلعوا عليه على طول، وامرهم المسؤول عن التحقيق انهم يجيبوا كل اللي في البيت من اساس او اي مواد يقدروا يشيلوها ويجيبوها. وفعلا شكهم كان في محله، كان في واحد من البيوت المسروقه لمهندس بيشتغل مقاول اتسرق منه سجاجيد صغيره، وكان ساعتها المحقق معاه صور لبعض المسروقات، وكان من ضمنهم السجاد اللي لقوه في بيت ابو طبر. مش بس كده، لا تعالى لما شكهم زايد حبوا يتاكدوا اكتر. فاكرين جريمه القتل اللي كانت جنب القصر بتاع عائله جان ارنست؟ وقت تنفيذ الجريمه كان من ضمن الموجودين في البيت الخادمه اللي في البيت اللي دخل عليها ابو طبر وضربها ضربه واحده على دماغها واعتقد انها ماتت، لكن في الحقيقه هي ما ماتتش، هي اغمى عليها واتنقلت للمستشفى. ولما استدعوها عشان تشوف ابو طبر دخلت في حاله هستيريه اول ما شافته، وبكده اتاكدت الشرطه انهم قبضوا على وحش ابو طبر. وكان برضه من ضمن الحاجات اللي جابوها من بيته كانوا جايبين مذياع او راديو كان مكتوب عليه اسم ابنه من العائلات اللي موتها، وهنا بداوا التحقيق معاه وتوجه له كل الاتهامات. اسمعوا بقى اللي جاي. لما سالوا السفاح ابو طبر انت كان بامكانك انك تنفذ كل جرائم السرقه بدون قتل، ليه كنت بتقتل؟ جاوبهم وقال سبب لجوئي للقتل بيعدوا لسببين. السبب الاول ان الخطه اللي بيرسمها لدخول البيت هي خطه اقتحام، ومعظم الوقت بيكون اصحاب البيت صاحيين، وفي الحاله دي مش هقدر اسرق من غير ان اقضي على كل اللي موجود في البيت، وكمان كانوا هيتعرفوا عليا. والسبب الثاني ان قتل اهل البيت بيفسح لي المجال للتصرف بحريه واسرق براحتي، وكمان انا تحت ظروف نفسيه صعبه بتدفعني للقتل حتى لو القتل مش ضروري في بعض السرقات. وكان في حاله غريبه لما سالوه عن الحلاق اللي قتله، السبب قال انه كان بيحلق عنده واختلفوا على اجره الحلاقه، والحلاق قال له لو كان عندي ماده لاصقه كنت لزقت شعرك على دماغك تاني. الا عليه ابو طبر استنى الحلاق لما قفل محله وتوجه لبيته وطلع ورا البيت وقتله وسرقه ومشي. والقضيه دي كان مسجون فيها زوجه الحلاق، وعليه اطلقوا سراحها وخدت براءه. واخر سؤال كان ساله المحقق ليه ايه اصعب موقف اثر فيك وانت بتسرق؟ قال له لحد دلوقتي حركه الطفل وعياطه لسه في وداني، ده لما اقتحم بيتهم وكان ساعتها كل اللي في البيت نايمين، بيقول دخل على الاب وهو نايم وضربه على دماغه، وبعدها دخل على زوجته ضربها نفس الضربه، وبعدها لقى طفل تقريبا عمره 6 سنين كان بيرتجف تحت البطانيه، فقربت منه وسمعته وهو بيبكي فشلت من عليه البطانيه، لقيته عمال يقول لي من فضلك ما تقتلنيش يا عمو، من فضلك ما تقتلنيش، فضربه ضربه على راسه ومات في الحال. وفي الاخر اعدم المجرم حاتم كاظم الشهير بأبو طبر في يونيو سنة 1976، وتم ساعتها إعدامه بالكرسي الكهربائي داخل سجن أبو غريب لتنتهي صفحة من تاريخ بغداد. وفي الآخر كل الكلام اللي اتقال في الحلقة مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وأنا بحاول أجمع لك الموضوع بشكل سهل عشان يقدر يوصل لك بشكل مبسط. وبنهاية الحلقة عرفنا رأيك في الكومنتات، ولو حابب أي موضوع نتكلم فيه اكتب لي، وما تنساش لو الحلقة عجبتك إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك إشعار لأي فيديو جديد، وما تنساش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا في نمو القناة ونشرها لأكبر عدد من الناس. وانتظروني في حكايات تانية كتير، وكان معاكم أحمد.